ثم يتمادى الأمر ببعض الشباب اليوم أيضا فيما يوصف بالعقلانية أو تحت هذا الستار ليتكلم في دين الله تعالى بغير حق ويسيء إلى أهل العلم والفضل. وإنما المرض كما قلت مرض القلب، فهؤلاء لا يستسيغون الحديث عن مسائل طبية ولا مسائل في أي علم من العلوم، لأنه لا خبرة لهم بها، بينما يستحلون الحديث عن دين الله عز وجل وهم غير متخصصين فيه، إذ ليس لهم الأدوات التي تمكنهم من ذلك. فالذي يريد أن يتكلم في تفسير كتاب الله يجب أن يكون على علم باللغة العربية على اختلاف فنونها من نحو وصرف وبلاغة ومعان وغير ذلك، وأن يكون على دراية بأصول الفقه بحيث يعتمد على تلكم القواعد التي ينتظمها هذا العلم ليعرف دلالات الألفاظ على الأحكام وكيفية جمع الأدلة إن هي تعارضت في الظاهر، وليعرف المقبول من المردود مما يعرف بمصادر التشريع حتى يبني الأحكام عليها، إلى غير ذلك من معرفة بعلم الحديث، لأن السنة بيان للقرآن وهي حجة في التشريع، فضلا عن معرفة الإجماع أو غير ذلك من العلوم التي يحتاج إليها من يريد أن يعرف التفسير. لكن هؤلاء ربما لم يجتمع لديهم شرط واحد من هذه الشروط، ومع ذلك يتقحمون على كتاب الله تعالى وينتسبون إلى القرآن وهم بعيدون عنه، وربما هدموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وألجأهم الأمر إلى أن تعاونوا مع ما يسمى بالعلمانيين أو أعداء الإسلام، وربما سوغوا الكفر، وربما هونوا من شأن الإلحاد، وربما هونوا من شأن الفساد، ليرتضوا أن يكونوا في خندق هؤلاء المفسدين. فحينما يظهر التبرج على رأس سافرة يطبلون لها أو يسوغون أمرها أو أنه لا داعي للتشدد في هذا المجال، وربما يكيلون التهم على أهل العلم والفضل إن طالبوا بالستر والعفاف والابتعاد عن الاختلاط والخلوة بين الجنسين إن كانوا من الأجانب. بلغ بهم الأمر هذا الحد، وكأنهم لا يفعلون شيئا، وإنما ما يفعلونه هو عين الانفتاح والمدنية، وأنهم يتباكون على مجد هذه الأمة، وأنهم يسعون إلى إعادة هذا المجد، ونسوا أو تناسوا أن هذه الأمة بنت مجدا لقرون على هذا المنهج الذي يحاربونه اليوم. فحين عملت الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورجعت إلى العلماء الربانيين، هناك استقام أمرها وانتظم شأنها وتوحدت رايتها ونصرها الله على عدوها. بينما هم اليوم يتبعون سياسة الانبطاح
أمام الأعداء كأنهم يرتجون منهم نفعا، مع أن الله تعالى يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هؤلاء الذين يسعون للكيد بل يكيدون لهذه الأمة، ومهما حاول هؤلاء أن يرضوهم فلن يرضوا عنهم، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذه عشرات السنين من الاتباع ماذا جنت أو ماذا نتج عنها إلا احتلال مزيد من الأرض، وهذا كبيرهم يقول اليوم بأنه يريد أن يضم أراضي أخرى إلى دولته الصهيونية. ماذا جر إلا المزيد من القتل للنساء والأطفال؟ ماذا جر إلا المزيد من نهب الثروات؟ ماذا جر إلا المزيد من الفتن بين المسلمين يثير أوارها هؤلاء من بطرقهم المختلفة؟